السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما رأينا في الفيديو السابق عن كيفية إنشاء الأقسام الافتراضية دفعة واحدة في منظومة مسار، سوف نرى إن شاء الله اليوم كيفية ولوج أو دخول التلاميذ إلى منصة مايكروسوفت تيمز انطلاقا من الهاتف. كما لاحظتوا يعني شلنا في الفيديو اللي فات قال عندكم كيفية إضافة أقسام افتراضية في منظومة مسار، وكيف يمكن للتلميذ يعني مشاهدة هذه المنصات التي تم إنشاؤها من طرف أساتذتهم. أول شيء ندخل إلى هاتف التلميذ، ندخل إلى أب ستور أو بلاي ستور حسب الهاتف، ثم نقوم بإدخال تطبيق مايكروسوفت تيمز أو كباقي البرامج فيسبوك واتساب إتسترا أو كباقي التطبيقات. بعد تحميل البرنامج وتثبيته نقوم بالضغط على أوفرير، ثم نضغط على كونيكسيون. لادريس تعليم .ما وهو رمز مسار متبوعا ب أروباس تعليم .ما أروباس تعليم .ما، ثم نضغط على كونيكسيون. بعدها نقوم بإدخال كلمة المرور. كلمة المرور يمكن سحبها من إدارة المؤسسة، نقوم بإدخال كلمة المرور ثم نضغط على كونيكسيون ثم نضغط على سويفون. يعني من بعد ما كتفتح يعني تعليم .ma لأول مرة طبيعة الحال كيعطيك تكونفيكيري هاد لي كونفيكاسيون، بمعنى اما كيسولك هنايا اما دير لادريس الكترونيك دونتيفيكاسيون تيقول لك ني با كونفيكيري، يعني اما كتدخل جيميل ديالك او كونت اخر من غير تعليم بو ام ا، اللي منو مني كتنسى كلمة المرور ديالك كتسترجعها انطلاقا من هاد الجيميل، اولا كدير لي كيستيون سكريت اتسيتيرا على حساب انت شنو بغيتي. بالنسبة لنا غناخدو حنايا يعني بار جيميل، وهاد جيميل يعني الأغلبية ديال التلاميذ عندهم جيميل باش ممكن يسترجعو شي نهار ولا نساو كلمة المرور، خصوصا ملي كيدخلو المسار سيرفيس أو مسار سيرفيس أو كيدخلو المتمى متمدرس، دونك هاد المتمدرس ضروري غيحتاجو مود باس لا نساو. إذا ما العملية فهي سهلة، كنضغطو على كونفيكيغي مانتونو وكيدخل لادريس جيميل باغ اكزومبل او هوت ميل او اتسيتيرا. كلاس، بعدها تضغط على مونفوي ان كوري الكترونيك، بمعنى ملي كتضغط على مونفوي ان كوري الكترونيك كيصيفط لك واحد الكود لهذاك الجيميل ديالك، كتضغط على مونفوي وكيعطيك هنا سنة تمشي لادريس ديالك وتعطيك واحد الكود. دونك انا غادي نمشي بطبيعه الحال، ممكن نخرج من هنايا ونمشي للجيميل ديالي هنا. بالنسبه لينا انا غادي بطبيعه الحال الجيميل ديالي غادي ندخل لورديناتور وغيبان لي هنا واحد الكود جا، ها هو لاحظوا معايا مايكروسوفت، ها هي كود دو فيريفيكاسيون دو لادريس ميساجري، تنضغط عليها وتعطيني وهذا الكود هذا هو هذا. دونك كنسيليكسيوني هذا الكود كندير كوبي، ممكن هذه العمليه نديرها من التليفون شي مشكل، وكنجي لهنا وكنحط وكندير كود وكندير فيريفي صافي. ممكن دير هادي او دير هادي، دونك بحال بحال. من بعد كدير تيرميني صافي، هادي كديرها اول مره، من بعد ما تبقاش تسول على
على المود باس ديالك. الا بغيتي المود باس كتسترجعو انطلاقا من هاد الجيميل هذا. الا مشيتي لمؤتمن ادريس او مشيتي لمؤتمن ادريس غادي تلقى بطبيعه الحال رمز مسار ثم اروبس تاعي فايما ثم كلمه المرور. من بعد عندك لتحت تقاس استرجاع كلمه المرور. هاد استرجاع كلمه المرور كتنفعك هاد العمليه ديال الجيميل. دونك كنديرو سيفون، كنديرو سيفون ثم كنديرو اوكي. طبيعه الحال هنا انت داخل تيمز كتمشي لي زيكيب او ما او الفرق. كيجيني انايا بطبيعه الحال كاستاذ انفورماتيك كيجيني بان هاد التلميذ هذا هو دخل عندك راه اونلاين، وهاد التلميذ بطبيعه الحال عنده ثلاثه ديال الفرق اللي هما منشئين عنده هنايا. دونك كاين ديال الانفورماتيك وكاين ديال الانستركسيون اسلاميك وكاين واحد ديال سيونس دو في ادولاتير. دونك هاد التلميذ راه عنده ثلاثه ديال المجموعات او ثلاثه ديال الفرق اللي مكريين في تيمز، يعني ثلاثه ديال الاساتذه اللي هما مكريين هاد تيمز. دونك غادي نمشي انا كاستاذ ونشوف فعلا هاد التلميذ عندي واش كاين فعلا اونلاين او لا. دونك كندخل بطبيعه الحال شنو الطريقه كيفاش كيدخل بطبيعه الحال الاستاذ الى تيمز الى غير ذلك. دونك كنمشي لتيمز، كنمشي هذا هو يعني يعني الكلاس ديالي اللي هو الثالثة ثلاثة. كنضغط على هنايا ثلاثة ديال النقاط، تنختار جيغي ليكيب ونقلب على هاد التلميذ اللي هو عندي اونلاين. هنا بطبيعة الحال كنلقاو لي مومبغ هنايا ديال التلاميذ 30، هنا هو لي اورغانيزاتور بروبريتير، وكنضغط على مومبغ باش يبانو ليا التلاميذ. ملي كنضغط على مومبغ لاحظوا معايا هنا كيعطيني بالخضر هو يعني التلميذ الثاني. من بعد ما كيدخل بطبيعة الحال كتبدا المحادثات وتبدا يعني لي كونفيرونس فيديو وكيبداو لي بارطاج دي فيشيي بينك وبين الاستاذ اتسيترا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.